هنكمل. احنا قلنا ان مجموعة الميثودز ديت قلنا فيهم ببساطة ان الميثودز دي كلها، احنا قلنا قلنا الفكرة الأساسية ان احنا عندنا مفيش كلاس اسمه كلاس حر. اي كلاس حر كده اصلا بيبقى مبني على كلاس تاني اسمه اوبجكت، اسمه ايه؟ اسمه اوبجكت. وقلنا الكلاس اسمه اوبجكت ده بيبقى فيه مجموعة من الميثودز زي الميثودز اللي احنا قلناها كده على السريع هنا. وقلنا الفكره ان كل الكلاسز اقدر اقول دوت ايكوالز دوت فاينلايز دوت نوتيفاي دوت كذا دوت ويت دوت تو سترينج كده. ليه؟ لان هم اصلا موجودين في الكلاس الاساسي. طالما موجودين في الكلاس الاساسي يبقى بالفكره بتاعت الاوفر رايد ممكن اقدر اوفر رايد الايه الميثودز ديت واغير من فكرها. يعني مثلا دوت تو سترينج بتريتيرن ايه؟ سترينج ريبريزنتيشن اوف كارنت اوبجكت، يعني بترجع نص تمثيلي او عرض تمثيلي للكارنت اوبجكت في الذاكره، بيكتب لك بقى الاوبجكت من كذا مش عارف ايه كلام كده. احنا ممكن نغيرها نخليها تطبع حاجه ثانيه. فهمتوا حاجه؟ كلاس اسمه امبلوي بتاعي هعمل دوت تو سترينج حاجه مختلفه، هيطبع الام بي ان او وجنبيه الام بي نيم وجنبيه. فهمتوا الفكره؟ المشكله ان انا اعمل كده لما عندي الفكره ولا ايه؟ حد بيرد عليا يبقى انتوا فاهمين. طيب يعني انا اقولهم احنا زي ما قلنا كده احنا هنحاول نقولهم على السريع جدا ان هو يمسك واحده واحده كده يقول لك ايه، بص اديني غيرت فيها، بص اديني غيرت فيها، بص اديني غيرت فيها بس. فاحنا هنقول ايه على السريع كده، احنا هنشوفهم كده على السريع لان هم ما بيستخدموش كتير بس مش اكتر من كده، لكن نعرفهم برضه ايه مع بعض. فاين دي اول واحده الميثود دي رننج بتعمل ايه؟ قال لك دي بتدبليكيتس. بتدبليكيتس يعني بت ايه؟ بتكرر. بتكرر ان اوبجكت، بتكرر الاوبجكت ثاني تاخد منه نسخه يعني كده يعني. وذاوت كولينج ا كونستراكتور، من غير ما تنادي على مين؟ على الكونستراكتور. بيقول لك ايه؟ برضه بتقول لك ان الكوبي دي لكل البريمتيف او الريفرنس فيلدز، اي حقول عندك في الكلاس سواء كانت من اوبجكت ثانيه او سواء كانت حقول عاديه او سواء كانت حقول ايه؟ كانت حقول عاديه. ماشي، تعال نبص على مثال كده. هنا عمل كلاس اسمه امبلي، مش هكبر لكم شويه. بيمبلمنت الانترفيس دي، لسه هتكلم على الانترفيس وهنشوف ايه معناها والكلام ده كله، لكن هو بيمبلمنتس هنا لان دوت مش لان دوت مش كلاس، ده مش كلاس، ده نوع تاني، ده نوع تاني من الحاويات. احنا قلنا الكلاس ده حاويه، يعني ايه حاويه؟ يعني هو هو مش حاجه، هو بيجمع جواه مجموعه من الفيلدز ومجموعه من الميثودز. حتى الان ما قلناش بقى مجموعه من الايفنتس والحاجات التانيه، لكن هو مجموعه من الايه؟ من الميثودز و الفيلدز حتى الان وحاجات اخرى. في انواع تانية زي مين؟ في حاجه اسمها انترفيس، في حاجه اسمها ستراكشر، في حاجه اسمها انيميريشن، في حاجه اسمها يعني في لسه حاجات ايه؟ حاجات اخرى، حاجات اخرى. اقول نبذه بس سريعه على الانترفيس لغايه لما يجي وقتها في الشرح. الانترفيس دي يا جدعان بيبقى عباره عن ايه؟ زي الكلاس بالظبط، بس الفرق ما بينهم وبين الكلاس اوضح حاجه ما بينهم وبين الكلاس، الفرق ما بينهم ان الانترفيس بقول فيها ميثود اسمها مثلا كذا، بس ما بقولش تتنفذ ازاي. يعني مثلا هنا ميثود مثلا اسمها مين، صح؟ يعني الميثود دي اسمها ايه؟ ومكتوب جواها كود. في الانترفيس ما ينفعش تكتب جواها كود، تقول بس ان الانترفيس دي فيها ميثود اسمها كذا، فيها ميثود اسمها كذا. مثلا اعمل ميثود، مثلا اعمل كلاس اسمه ماث، ناس يعني ايه؟ رياضي او عمليات رياضيه ماثماتيكال مثلا، وقوم جاي جواها قايل ايه؟ ميثود اسمها سم، ميثود اسمها ديستانس، ميثود اسمها ابس، ميثود اسمها كوزاين، ميثود اسمها تان، بس ما اقولش بتتنفذ ازاي. فهمتوا الفكره؟ دي في الانترفيس. اما في الكلاس هتقول ميثود اسمها سم وتقوم كاتب الكود بتاع السم، صح ولا لا؟ ده فاهمين الفرق؟ دي الفرق الرئيسي. طب ايه هي اهميه ان انا اعمل كده؟ قال لك الاهميه ان احنا بنفصل دايما، بنفصل التفكير
عن كتابه الاكواد، ودي مفيده جدا في حالات كتير جدا. يعني مثلا لو احنا تيم وورك مع بعض وبنعمل بروجكت، مثلا واحد فينا هو التيم ليدر، فيقوم جاي يعمل لك ايه؟ يقول لك الكلاس ده احنا عندنا انترفيس فيها الميثود اسمها سام وميثود اسمها مش عارف ايه اسمها، يعني مثلا ما يقعدش بقى هو يكتب الكود، يدي الكود لواحد صغير فينا يقوم واخد الانترفيس دي ومنفذ الاكواد بتاعتها بس، خلاص على كده. فهمت الفكره؟ بقى في توزيع كمان حتى في الايه؟ في كتابه الاكواد، في خطوط عريضه وفي تفصيل وتنفيذ. فهمت الفكره؟ مثلا كلينيبل دي انترفيس معمول فيها شويه ميثودز، طالما ان الكلاس ده بينفذ بامبلمنت الانترفيس دي، يبقى لازم الميثودز اللي موجوده في الانترفيس دي تتعمل ايه؟ تتكود جوه كلاس. اما اقول انا امبلي مثلا، هقول لكم مثال كده يوضح الفكره بسرعه. انا هعمل مثلا انترفيس اسمها بيرسون شخص، خلاص. قول اي شخص ليه ست النيم وجيت النيم، ست الادرس، ست الفون جيت الفون، ست الايميل جيت الايميل مثلا. اجي جوه الموظف اقول ده امبلمنتس البيرسون. يعني ايه امبلمنتس البيرسون؟ يبقى لازم الست وجيت اللي انا قلت عليهم دي كلهم يبقوا موجودين جوه مين؟ الامبلوي، ومكتوب الكود بتاعه. ممكن كلاس ثاني اسمه الكاستمر، اجي اعمل ده بامبلمنتس البيرسون، بامبلمنتس مين؟ البيرسون. يبقى لازم يكون الست وجيتس وكل اللي انا قلت عليه ده يكون موجود جوه مين؟ جوه. فهمنا الفكره؟ فكده معناها ان الكلاس ده هيبقى فيه مجموعه من الميثودز اللي هي اصلا موجوده جوه الانترفيس دي. المهم نفس الفكره. اصل ده بص ده كونسبت، ده كونسبت. يعني ايه كونسبت؟ مفهوم كده، خط عريض. انت شفتني قلت الكود بيكتب ازاي؟ ولا يهمني، لكن يهمني مين دلوقتي؟ تبقى فاهم دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه والفرق ما بينهم وكده. خلاص لسه بقى هقول شكل الكتابه عامل ازاي بعد ما اكون فهمت الفكره ماشيه ازاي. عشان كده كلمه الفكره ماشيه ازاي دي معناها الكونسبت، المفهوم. فهمت الفكره؟ طيب نفس القصه تلاقيها في السي شارب، نفس القصه تلاقيها في الفيجوال بيزك دوت نت، نفس الفكره تلاقيها في السي بلس بلس، نفس مش اي مشكله، كلها موحده. عشان كده لما تتعلم لغه برمجه واحده وتدوس فيها جامد تيجي تنقل للثانيه تلاقي الدنيا هايفه وسهله خالص. لكن تتعلم لغه برمجه تلطيش كده وتتعلم اللغه الثانيه تلاقي نفسك لسه بتزود معلومات، تتعلم اللغه الثالثه فانت مش عارف تسبق. عشان كده بقول لك خد لغه جيبها لبابها وبعد كده انقل نفسك، هتلاقي نفسك بتنقل نفسك سريع جدا. بس مش مشكله. يعني انا افضل دايما لما كنت اتعلم اللغه الاساسيه بتاعتك ما تتعلمش مثلا فيجوال بيزك، ما تتعلمش مثلا بي ال اس كيو، ما ينفعش الكلام ده. تعلم جافا، سي بلس بلس، بلاش السي بلس بلس، ممكن تكون يعني فيها شويه شغل اكتر فممكن ناجلها للاخر. يعني جافا او جافا او سي شارب ماشي، لكن لان سي شارب منقوله كده من جافا، لكن انا افضل دايما التعليم يكون في لغات البرمجه يكون يا سي شارب يا جافا يعني. خلاص المهم هما تلاقيهم الاثنين زي بعض يعني. السنتكس طيب string النيم int الايج عادي، employee ده constructor عادي يستقبل النيم ويستقبل الايج، ياخد النيم يحطه جوه زيز دوت نيم، زيز طبعا يقصد بقى المؤل ده، يبقى زيز دوت نيم وايج يحطه جوه زيز دوت ايج، ده constructor. عمل public static void main وقال لك ايه throws ومديك exception معين. انا مش عايز اخش في الاكسبشن دلوقتي، سيبك من ده كده مش واخد بالك منه. لما اجي في درس هنا كامل عن الاكسبشنز هبقى اتكلم عليه بالتفصيل. خلاص فبيقول لك ايه، عمل امبلوي اي 1 بيساوي نيو امبلوي وبعت له الاسم وبعت له السن، هيروحوا هنا ويحطوه من فيها مشكله. امبلوي اي 2 بيساوي اي 1 دوت ايه، كلون دي بتعمل ايه بقى؟ بيكوبي، احنا قلنا بيكوبي الايه، بيكوبي كل الاوبجكت لنا جوه اللي هنا من غير ما ينادي الكونستراكتور من اول، من غير ما ينادي الكونستراكتور من اول وايه؟ من اول. لكن بيكوبي الداتا، بيكوبي الايه؟ الداتا. لما جه هنا قال لك ايه؟ سيستم دوت اوت دوت برنت لاين الاي 1 بتساوي اي 2 الاوتبوت، قال لك فولس ما بيساويش بعض. لكن لما تيجي تقول له اي 1 دوت نيم بتساوي الاي 2 دوت نيم يقول لك اه
طب e1.h بيساوي e2.h. لكن هما مكانهم في الذاكره مختلف، الهاشين كودينج بتاعهم مختلف، حاجات تانية كده مختلفه، فعشان كده مش مساويين بعض. لكن وفي طرق تانية ان انت تقارن اوبجكت باوبجكت، مش بيساوي يساوي، هنشوفها كمان شويه. لكن المهم لو قارنت قيمه بقيمه هتلاقي كل قيم بقت اتنقلت، يعني قيم المتغيرات اتنقلت حتى القيم المتغيرات الناحيه الثانيه. فهمت الفكره؟ خلاص مديني اكزامبل كمان. كمان كلاس اسمه ديت. كلاس انا عملت اسمه ديت، عملت فيه انت الير والمانث والدي. بص بقى تفهم بقى هم عملوا اللغه ازاي، بالك انت حاول تفهم هم بنوا اللغه ازاي ببساطه جدا. عمل كونستراكتور اسمه ديت، بياخد الير والمانث والدي، ياخد الير يحطها، ياخد المانث يحطها، ياخد الير دي يحطها. ممكن بعد كده احط مثل اسمها اد يير عادي بقى، واحسب حسابات واعملها اد. فاهمين الحاجات اللي كانت موجوده دي؟ حاول تفك تلاقي نفسك على مستواهم. يعني في كلاس اسمه امبلي، بيمبلمنت نفس الايه الانترفيس بتاعتنا. خلاص سترينج النيم انت الايج وديت اسمه اير ديت. ده الديت ده نوع مين؟ الكلاس اللي احنا عاملينه. ما عندناش في الجافا حاجه اسمها ديت، في حاجه اسمها جافا دوت يو تي اي ال دوت ديت. ده الايه الباكج نيم بتاعتها، لكن انا بستخدم الديت اللي هو بتاعي على طول اهو. خلاص كده. طيب الامبلوي بتستقبل النيم والايج والهير ديت وبيحطهم عادي. خد بالك بقى من الحته بقى المهمه دي. وعمل اوفر رايت بروتكتد اوبجكت. اوبجكت واخدين بالك، يعني الاوبجكت ده الريتيرن فاليو. الريتيرن فاليو عارف ليه اوبجكت؟ انا بقول اوبجكت كده معناها اي شيء. اوبجكت دي معناها ايه؟ بيريتيرن حاجه. اوبجكت ده يقدر يشيل بقى اي كلاس، يقدر يشيل اي متغير، يقدر يشيل اي حاجه. بقول له هيتريترن اوبجكت يعني هيرجع حاجه. فتحتها على البحر. ايه هي الحاجه دي بقى؟ رجعت كلاس يقبله، رجعت متغير يقبله، رجعت رقم يقبله، رجعت سترنج يقبله، رجعت اي حاجه يقبلها. فهمت الفكره دي ولا مش واصله الفكره دي؟ واصله مش واصله؟ دي مهمه جدا. عدش معايا ماشي. وي عمل ميثود اسمها ايه؟ الناس مش معايا ليه؟ كلون. بتثروز كلون نوت سبورتد اكسبشن. دي خطا ممكن يطلع من الميثود دي. ايه شكله وكتابته؟ قلنا لما نيجي نشرح السنتكس بتاع الاكسبشنز. وعمل لي هنا ايه؟ امبلوي امب بيساوي، خد بالك بقى اصلا دي عملناها من شويه، كانت بتكوبي كل الداتا اللي هنا في الداتا اللي هنا من غير ما تشغل الكونستراكتور. انا دلوقتي عملت لها ايه؟ اوفر رايد. لا انا مش عايز الطريقه دي، انا هقلب بقى. عايز اعدل فيها. ينفع؟ عايز. فقال لك امبلوي امب، وهنا قال السوبر دوت ايه؟ كلون. كلون للسوبر وهيحطه جوه الامب. خلاص كده؟ حلو. وبعدين زود حتايه، ما هو ده اللي بيحصل اصلا. انت لو جيت فكرت فيها هتلاقيها بتعمل كده فعلا، وبعد كده ريتيرن الامب. هي المفروض تعمل كده، هي المفروض بتعمل كده. خلاص. بس هنا الفرق ان الكلون اصلا ما كانتش موجوده، بس ما علينا. هنا بقى هو هيزود حته، يزود حته يقول لك ايه؟ اف ان الهاير ديت لا يساوي نل. لو كان يساوي نل هو عايز يعمل حركه مختلفه. لو كان عايز يساوي نل هو الطبيعي لو كان نل هيحطه لك ايه؟ كلون. هتعمل ايه؟ هتحط نل. هناك محطوط في قيمه، تحط في قيمه. هنا بقى انا مزود بقى حته، بيقول لك انا مزود، انا عايز ازود حته على كلون الاساسيه. قال لك ايه؟ اف ان الهاير ديت لا يساوي نل. لو لا يساوي نل يعني لو مش فاضي هتعمل ايه؟ يبقى الهاير ديت بيساوي نيو ديت، اخد الير واخد المانث واخد الدي كديت واحطهم جوه الهاير ديت. فيها مشكله؟ وبعد كده ريتيرن مين؟ الام. بس فيها مشكله؟ لا مش فيها مشكله. بص بقى انا هعمل ايه؟ في الجيف المين اي 1 كذا 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 ماشي. اي 2 ايه؟ بتكلون المين؟ الاي 1 تاخد الاي 1 وتحطه جوه الاي 2. حلو. اي 1 بتساوي الاي 2 طبعا. لا قلنا بيختلفوا في الذاكره، الاماكن مش موجوده زي بعض، الهاشنج كودنج مش زي بعض. لا لكن اي 1 دوت نيم بتساوي الاي 2 دوت نيم. طب الهاير ديت الاولاني بيساوي الهاير ديت الثاني؟ لا. ازاي؟ هقول لك دلوقتي. ايه؟
والمشكله في حاجه ان انا حطيت نفسك واخد بالك انا عملت ايه. هو الهاير ديت لو مش فاضي يعني في بيانات قلت الهاير ديت بيساوي نيو هاير ديت خدت نفس الير ونفس الماس ونفس الدي يعني ما عادش اي حاجه بس انشاته من جديد قلت نيو ديت وبعت له قيم نفسها هي هي من جديد وبعت له نفس القيم هي هي من جديد بس هي هي فمعنى كده هم ما يتساووش زي بعض ليه؟ اصل معنى انت انشاته من جديد فمعناه انت شغلت الكونستراكتور من جديد فبقى ليه مكان في الذاكره مختلف فدي تساويه بتساويه لما بيساووش بعض. حد خبرني الحته دي؟ مش موجود اساسا في الذاكره. لا موجود بس مش بنفس الاماكن مش بنفس الهاش كودينج مش بنفس ال فهمت الفكره؟ اه خدت لكم المعنى ولا مش واصل؟ فعشان كده هو نفس القيم بدليل لما قال اي 2 دوت هاير دوت يير وطبعا جنبها المانس طبعا جنبها الدي قال لك 2021 طب ما انت بتحط 2021 هو نفس القيمه بس قال لك لا ليه؟ لان انا بقول لو الهارد ديت مش فاضي انشئه لي من جديد يعني لو في بيانات اعمله من اول وايه وجديد فهو عمله من اول وجديد فتنشئ في مكان مختلف فخد قيمه مختلف نفس القيم لكن خد مكان مختلف فما بقوش يساووا بعض. خلاص كده فيها مشكله؟ بيقول لي في حاجه اسمها الايكواليتي. الايكواليتي يعني ايه؟ المساواه. بيقول لي دايما احنا يساوي يساوي بنقارن ويساوي بعض ولا يساوي هما دول اللي بيكمبيروا يعني بيقارنوا البيانات العاديه اللي هي البريمتيفز دي يعني اللي هي البيانات اللي هي العاديه زي الانتجر والتشار والحاجات دي زي الانتجر مثلا لكن الايكواليتي والنوت ايكوال يعني اللي هو الايكواليتي اللي هي اللي يساوي ولا يساوي اما تيجي بتقارنهم بيقارنوا تو كومبير اتنين ريفرنس يعني ايه يعني هما اوبجكتس منشئين في الذاكره بشكل مختلف مش عارف الذاكره بشكل ايه يعني انت هقول لك بسيطه جدا لما تيجي تعمل كلاس الكلاس ده ينشئ زي المتغير العادي لا طبعا ليه اصل الكلاس ده فيه ميثودز الميثودز بتاخد قد ايه من الذاكره ما اعرفش لما يتنادى عليها بتبدا تفرد نفسها على مين على الذاكره صح ولا لا ولا مش واخدين بالكم فبيبقى وضعها ايه وضع مختلف غير اللي بيحجز مكان في الذاكره بيحط جواك وبياخد منه كده خلاص فاحنا بنسمي ده دايما الريفرنس يعني مكان في الذاكره مش عايز اخش في تفاصيلها ازاي بيتريفرنس يعني لكن المهم فهمنا فكرتها ان ده بيبقى شكلها مختلف في الذاكره وخلاص خلاص لكن بيقول لك ان في التو ريفرنس بيشوف هما الاثنين دول بيشاوروا ذا سيم اوبجكت ولا لا هنا بقى معنى يساوي يساوي ولا يساوي اختلف هو دي الحته كنت بشرحها لكم فوق ولكن معناهم بقى بيقول لك هما الاثنين بينادوا على نفس الاوبجكت ولا لا يعني ما اقول ايه اي 1 يساوي يساوي اي 2 ما بقاش معناها الاثنين زي بعض ولا لا امال بقى معناها ايه بقى معناها الاثنين بيشاوروا على نفس الاوبجكت في الذاكره ولا لا فهمتوا الفكره حتى لو كانوا قيمتهم زي بعض مش مهم هما ما بيقارنش قيم ولا اماكن في الذاكره بيقارن الاثنين اوبجكت دول بيشاوروا على نفس مش قلنا ريفرنس ايوه مش قلنا يعني ريفرنس ريفرنس يعني اسمع السنبوره كده انا عندي ميموري اهي لما امشي اكس بتعمل لي كده لما امشي واي بتعمل لي كده لما امشي بقى ام من النوع الفري بتحدد له مكان كده لكن مش مكانه الحقيقي ده لسه هاي يفتح ويشتغل و و و و صح لا اول ما تعمل منه نيو كده ياخد مكان في الذاكره تشغل ميثود ياخد مكان مختلف ليه اصل الميثود دي فيها متغيرات ثانيه والمتغيرات دي بتعمل جمله اف وبتفتح داتابيز فالميثود دي مش هيقدر يفهم هي تاخد قد ايه من الذاكره غير لما ايه لما يشغل صح ولا لا صح ولا مش معايا فممكن يكون اثنين اوبجكت من نفس الكلاس وفي الذاكره مختلفين ليه؟ اصل انا لقيت على اثنين ميثودز دول وده ما لقيتش لسه على اي ميثود فبقى حجمه هنا مختلف عن حجمه فاهمين الفكره؟ فهيبقى وضعه مختلف لانه نفس الايه؟ طب لو جيت قلت ام ب 1 بيساوي ام ب 2 في الحقيقه ما بيحصلش كده هو ام ب 1 هنا ولا ام ب 2 هما كانوا مختلفين ام ب 2 هنا هيشاور فقط على ام ب 1 بالعكس ام ب 1 هنا هيشاور على ام ب على مكان ام بتوف الذاكره لغايه لما تبدا ايه تختلف بالذات بالايه بالميثود اللي اسمها ايه
ليه؟ يعني ما بنرجع على الكونستراكتور، فما بينشئش جديد. فاهمين الفكره؟ ما بينشئش ايه؟ جديد. لكن هو بقى بيشير على نفس الايه؟ على نفس الاوبجكت. فاهمين الفكره؟ خلاص؟ فهمتوا فكرتي؟ بس مش عايز اشرحكم بالتفصيل الاول، لكن عايز اقول بس ان في ده ريفرنس بيشاور على دوت، غير ده منفصل. فهنا لما يكون بروك بيساوي يساوي، معناها اني بقول لك هل هما الاثنين بيشاوروا على نفس الاوبجكت ولا لا؟ دي بقى عندنا معنى يساوي. لا يساوي معناهم ايه؟ هما الاثنين بيساوي على اوبجكت مختلفين ولا لا؟ ده معناها كده لا يساوي. فهمنا الفكره؟ او بيديك هنا مثال بسيط كده، يقول لك تو كارز اوبجكت، عربيتين اوبجكت، اوبجكت اسمه كار واسمه كار، والاثنين نفسين سيم فيلد فاليوز، نفس القيم بالظبط. تيجي تعمل ايكوال ايكوال يقول لك لا، عشان هما اوبجكتين، اوبجكت في الذاكره مختلفه. بيديني نوت هنا بيقول لي اي بي سي بتساوي تساوي اي بي سي، تديك اوترو اي بي سي بتساوي الاي زائد بي سي، تديك ترو. انا هيدمج اصلا ما دام معامل دمج كونفيجريشن اوبريتور، اي بي سي وهنا اي بي سي، تديك ايه؟ فولس. اي بي سي لا تساوي دي اف دي اي اف، وطبعا بتساوي ترو، ده لا تساوي دي. اي بي سي بتساوي نيو سترينج اي بي سي، ده فولس. سبحان الله، ادي بقى الغريبه. مش احنا قلنا ان السترينج ده يا شباب، مش احنا قلنا السترينج ده اصلا كلاس ما هوش بريماتيف؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ لكم السترينج ده اصلا مش بيلت ان فاريبل، مش بيلت ان تايب، يعني مش نوع اساسي، مش بريماتيف يعني نوع اساسي، لا ده هو اصلا كلاس عباره عن مجموعه من الكاركتر. شو قلنا كده؟ صح. لا لما هنا عمل اي بي سي وعمل نيو سترينج اي بي سي، بقى نوب بقى مكان جديد في الذاكره غير هنا، فعشان كده برده ما جابهمش ايكوال، مع انه المفروض الطبيعي يجيب ايكوال. وهنا بيثبت لك نفس المهمه. فهمنا؟ اديت نفس القصه، اديت مش حاطين نوع ليه؟ اديت هو مجموعه من النمبرز. فانا هكونه من النوع الاساسي اللي اسمه نمبرز. يبقى ما ينفعش اعمله ايه؟ نوع اساسي. مش منطقي. ان هو هيتجمع من انواع موجوده. فهمت الفكره؟ قال له لا ده نوع مختلف. فنعمله كلاس. لان كنت انا ممكن لو اللغه بتاعتي لغه زي الجافا مش مداني نوع ديت، انا اقدر الف كلاس اسمه ديت واشتغل عليه. هيبقى انتجر وانتجر وانتجر. واقدر اعمل عمليات الديت العاديه وكل حاجه، عمليات حسابيه عاديه، ايه المشكله؟ صح؟ بس عشان كده قالوا ايه؟ يبقى منفصل. خلاص؟ طيب على السريع كده برضو، على السريع كده هنقول برضو كلمتين. قال لك في حاجه بقى جميله جدا في داله اسمها ايكوالز. احنا قلناها في الحاجات اللي ضمن الاوبجكت. قال لك ايكوالز بقى بتحل لك المشكله دي خالص. هي دي بقى بتجيب الايكويفالنس ما بين الريفرنس اوبجكت. يعني بتقول لك هو ده زي ده ولا لا؟ هو ده زي ده ولا لا؟ خلاص؟ قال لك اول حاجه ريفلكسيف، معنى من مسمياتك. انا عايز اقول لك ان لو قلت اكس دوت ايكوالز اكس تديك ترو فور اني نونال فاليو. معلش يعني ايه؟ لما تديها متغير تشتغل عليه اوبجكت، يعني اوبجكت من كلاس بس يكون نال تضرب فطلعها من النال فاليوز. خلاص كده اول قاعده اهي، ايكوال طلعها من النال. طلعها من مين؟ من النال. لو الاول اختبر النال، قول اف ان الام مثلا لا يساوي نال، عايز تقارنه بقى بام تاني، يبقى اقول بقى ايه؟ ام دوت ايكوالز واديله المتغير التاني. قال لك فور اني ايه؟ نون نال ريفرنس فاليو. قول اكس دوت ايكوالز اكس، يقول لك ترو. ادي اول واحد قدر يقارن الفاريبل اللي هو الاوبجكت، يعني اقول ام دوت ايكوالز ام، يقول لي ايه؟ يديني ترو، بدا يقارن اهو الريفرنس. سيمتريك يعني ايه؟ قال لك برضه نون نال. اجي اقول ايه بقى؟ بيقول لك الفاليوز بتاعت اكس وبتاعت واي، اقدر اقول له اكس دوت ايكوالز واي، يديك ترو لو كان الواي ايكوالز اكس، بتترن ترو. يعني عايز اقول لك ايه؟ لو القيم اللي في واي نفس القيم اللي في نفس القيم اللي في اكس، يعني القيم في اكس نفس القيم اللي في واي، لو قلت اكس دوت ايكوالز واي تديك ترو، لو قلت واي دوت ايكوالز اكس تديك ايه؟ تديك ترو. خلاص كده؟ كونسيستنت يعني ايه؟ بقول لك برضه للنون نال ريفرنس فاليوز الاكس والواي،
لو قلت x دوت equals y لو في اي تعديلات تمت, يعني هو بيقول لك ان لو اي في اي تعديلات في الاوبجكتس موديفايد, يعني لو اي حاجه اتغيرت في الاوبجكتس هيديك ايه, فاهمين الفكره؟ لو اي لو انا عدلت يدوي بايديا ما كبرتش هيديك ايه, هيديك فولس. يعني هو بيقول لك ان اي موديفايد يعني ايه يا جدعان, تم تغييرها او تعديلها, لو اي حاجه تم تعديلها او تغييرها هيديك ايه, هيديك فولس, مفهومه يعني في شيء او مشكله. بيقول لك x dot equals null اخر حاجه هو بيستعرض, يعني كان فاضي x dot equal. المهم ان equals بتقارن الاوبجكتس دي المهمه قوي, يعني بيقول لك x dot equals null هترتيرن فولس طول عمرها. ليه؟ ما احنا قلنا اصلا هي بتشتغل مع النن ايكوال مع النن نل, فمش معقوله تقارن لك بالنل, هتضرب على طول صح ولا لا؟ خلاص مثال كده سريع على بيقارن بكومبيرنج تو اوبجكتس من النوع اللي اسمه بوينت. عمل كلاس اسمه بوينت, بوينت يعني نقطة على الشاشة. نقطة على اي نقطة على الشاشة بتتقاس ازاي؟ من الاكس والاي والواي, مش من الليفت والتوب, قاعدة خلاص. فقال لك هنا عمل برايفت انت اكس وواي, وعمل الكونستراكتور بياخد الاكس ومين والواي, بياخد الاكس يحطها جوه المتغير الاكس اللي بره, ياخد الواي يحطها جوه المتغير الواي اللي بره, وبيجت الاكس ويجت الواي بس, يعني ريد اونلي, يعني ريد ايه؟ ريد اونلي. وعمل اوفر ايه؟ اوفر رايد لمين؟ للايكوالز اللي بترجع بوليان اصلا, بترجع يا اه يا لا يا ترو يا فولس. وخد اوبجكت او, قال لك او انستنس اوف بوينت. انستنس اوف يعني ايه؟ اوبجكت من, ما قلنا انستنس حتى لو شرحنا امبارح واحنا بنتكلم قلت كلمه انستنس يعني اوبجكت. ايه انستنس؟ يعني تمثيل. يعني تمثيل, انا لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال بسطلك بمعنى جميل جدا, لما اجي اقول انا عندي كلاس اسمه الستودنت كلاس, بقول اي ستودنت عندي رقم الستودنت, اسم الستودنت, العنوان, التليفون, تك 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 تك, ده وصف عام. انت اسمك انستنس او اوبجكت, انت تمثيل للكلاس اللي اسمه ستودنت, او انت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه, هي نوع نفس ما. ففي عندنا زي بيساوي ولا يساوي, اكبر منه واصغر منه, في عندنا حاجه اسمها انستنس اوف, عندنا حاجه ده اسمها انستنس ايه. هل الاو انستنس اوف بوينت يعني اوبجكت منه؟ لو كنت بعت لي حاجه غير يعني بعت لي اوبجكت اصلا مش معمول من البوينت, يبقى انت بتهرج. يعني عامل لي مثلا امب, عامل امبلوي امب بيساوي نيو امبلوي وقمت بعته لي وانا هنا بشتغل على البوينت, صح ولا لا؟ ملهاش معنى خالص. انستنس اوف لو كان لا يساوي انستنس اوف, يعني لو ما كانش اوبجكت من البوينت رجع لي فولس بس خلاص انتهت القضيه, مش تبعي اللعبه دي, مش تبعي صح ولا لا؟ طيب ريتيرن فولس يعني هيرجع فولس والميثود تقف ما تكملش, مش الكلام ده قلنا قبل كده؟ الميثود تقف ما تكملش. طب لو ما كانش يبقى الاف دي مش هتشتغل, يبقى ينزل هنا بقى يقول لك بوينت بي بيساوي نيو بوينت, وخد الاو حطها جوه مين؟ جوه البي. خد الاو حطها جوه مين؟ جوه البي. وعمل ايه؟ قال بي دوت اكس بتساوي الاكس اللي هي عنده, فبيقارن الاكس بتاعت الاوبجكت اللي جاي بالاكس بتاعت مين؟ بتاعت اللي عنده. فهمنا الفكره ولا مش فهمناها؟ محدش معايا, سيبني اخد فرصتي. قول يا عم اسال خلاص, عطلتني تعطلني تاني. قول يعني هو انا حط عمل كونفرت البوينت ليه اذا كان هي اساسا الاو انستنس اوف البوينت الاولاني؟ قول تاني. يعني هو ليه عمل كونفرت هنا مثلا وحط بوينت من قوسين للاو, تمام؟ اذا كانت اساسا الاو انستنس اساسا بتاع بوينت, اوبجكت في الكلاس بعمله عادي. مش كنا بنعمل امبلوي, بنعمل اي 1 بيساوي ومعامل امبلوي ومعامل اي 2 كنت بعمل كده. بس هنا لازم نوع يعمل لك كونفرت البوينت. لان هي جايه نوعها ايه؟ الاو دي بقت ايه؟ انت بعتها اتحولت الى ايه؟ الى ايه؟ الاوبجكت. فانا عايز اخدها كاوبجكت احولها الى بوينت عشان احطها جوه البي. طيب ركز معايا, هو هنا عايز يوضح لك ازاي عملوا الايكوالز كفكره بسيطه, ازاي الايكوالز اتعملت. احنا قلنا المشكله ان الايكوال ايكوال ليها مشكله. ايه مشكلتها يا عم؟ قلنا ما بتقارنش الريفرنس
عشان بيبقى اوبجكت مختلف مكان في الذاكره مختلف، فبيجيب لك ايه لا يساوي على طول. معايا مش معايا؟ فعملوا حاجه اسمها ايكوالز اللي هي مبنيه اصلا جوه الكلاس اللي اسمه اوبجكت. خلاص. فبيقول لك تعال نفكر مع بعض لو احنا عايزين نعمل ايكوال بتاعتنا، فنعمل اوفر رايد للايكوال بتاعتنا احنا، الايكوالز بتاعتنا احنا مش بتاعتهم هم بقى، وعايزها برضو تقارن وتقارن صح. فقال لك بص الكلاس بتاع اسمه بوينت فيه الاكس والواي بس، فسهل. قال لك انت هتبعت لي اي اوبجكت، اي اوبجكت تقول لي اي كلاس نوع بوينت دوت ايكوالز، وتبعت لي اوبجكت تاني امب مثلا، او نوع تاني نوع بوينت برضو، او كلاس تاني نوع بوينت. فاهمني الحته دي؟ فاهمني؟ ايوه معاك. واكونش فاهم تقول ايوه كده عشان الوقت يعدي وخلاص. طيب فالاول انا بتاكد ان اللي انت بعته لازم يكون نوعه بوينت، لان لو نوعه مش بوينت تبعت لي حاجه ثانيه يبقى مش لعبتي. هقول لك طبعا فوز ما بيساووش بعض. يلا خلص. طب انا خلاص عديت من الاف دي، يبقى انا اتاكدت ان هما زي بعض نفس النوع، انستنس منه اوبجكت منه. امتى يبقوا ايكوالز؟ لو الاكس بتاعت اللي بعته لي نفس الاكس بتاعت اللي عندي، والواي بتاعت اللي بعته لي نفس الواي اللي عندي، يبقى اقول لك زي بعض مع انهم مكانهم في الاثنين في الذاكره مختلف. ايه اللي انا عايز اعمله؟ فقال لك بص بي اللي انت بعته لي اللي هي الاول اللي انت بعتها لي وحولتها الى بوينت وحطها جوه البي، بي دوت اكس اللي انت بعتها لي لو طلع بتساوي الاكس بتاعتي اند، وفي نفس الوقت البي دوت واي اللي انت بعتها لي طلع بتساوي الواي اللي عندي، يبقى ريتيرن مين ناتج الكود ده. ما الكود ده لو طلع دي بتساوي دي اند دي بتساوي دي هترجع لي ترو، لو واحده منهم جابت فولس هيرجع لي فولس. ايه دي الفكره؟ بص وصلت ولا ما وصلتش؟ خلاص. تيجي هنا في المين بقى بي 1 بي 2 بي 3 كلهم 10 20 20 30 10 20. طبعا بي 1 وبي 3 زي بعض بس من بالنيو في اماكن اماكن، ده اوبجكت في الذاكره ده اوبجكت في الذاكره ده اوبجكت. لو جيت قارنتهم بيساوي يساوي مش زي بعض، صح كده ولا لا؟ مش شفناه. فانا قال لك ايه بي 1 دوت ايكوالز بي 1 طبعا اه، لان الاثنين نفس الاوبجكت نفس المكان في الذاكره، صح ولا ايه؟ بي 1 دوت بي نعم بي 1 بتساوي بي 1 اكس بتساوي اكس. ايوه الاكس بيساوي اكس، ركز معايا مش نعم صح انت؟ لا معايا بس انا بس بي 1 لا بي 1 قال لك دي كده جابت ترو، يبقى كده دي ايه السيمتري اللي هو القاعده ما علينا خلاص شغاله، يعني اللي هو قال لك عليها شغاله خلاص. بي 1 ايكوالز بي 2 فولس، بي 2 ايكوالز بي 1 طبعا فولس. لو قلت اكس بيساوي الواي هي لما اقول الواي بيساوي الاكس صح، بقول لك ان دي بقى ايه الترانسيتيفيتي اللي هي الترانسيتيف. خلاص بي 2 ايكوالز بي 3 فولس. طب بي 1 بتساوي ايكوالز بي 3 اه فقال لي النقط دي طلعت صح، انما لو قال ايكوال ايكوال يبقى فولس. مش احنا قلنا غلط؟ لا صح. ريفلكسيف اللي هي الاولانيه دي السيمتري، الثانيه دي الترانسيتيف اللي احنا قلناه دلوقتي. B2 بتساوي B3، B2 اصلا وB3 ارقامهم قيمهم ايه مختلفه، فطلع لي ايه فولس. لما اجي اقارن B1 بB3، B1 وB3 اهم B1 وB3 10 20 10 20 فجابهم ايه ترو. انما لو ايكوال ايكوال مش هتجيبهم طبعا، دي لو شلنا قلنا B1 ايكوال ايكوال B3 هتجيب لك ايه فولس. النلابيليتي بيختبر النل، قال لك B1 ايكوال النل اي حاجه ايكوال النل هتجيب لك فولس. اكسترا بقى هنا بيقول لك تعال نشوف حاجه كده بقى، قال لك بي 1 دي ايكوالز الاي بي سي. اي بي سي ايه يا عم انت؟ اي بي سي ده سترينج، وطالما سترينج هيخش هنا هقول لك الاو انستنس او بوينت هيريتيرن الفولس بس. صعبه؟ لا. ايه بروبلم بقى؟ سؤال جميل جدا، بيقول لي بيقول لي لو قلت بي 1 دوت ايكوالز فتح قوس نيو بوينت 10 20 وقارن بالشكل ده، هتجيب ترو ولا هتجيب فولس؟ هتجيب ترو.
ان هو ده برضو مكان في الذاكره مختلف وده مكان في الذاكره مختلف، لكن احنا عملنا الايكوالز اصلا بتاخد دي وهتقارن الاكس وتقارن الواي، تقارن الاكس وتقارن الواي هتلاقي ان القيم زي بعض هتجيب لك تبقى. صح؟ ما ينفعش اقول 10 20 على طول، لازم اقول نيو بوينت عشان يبقى نفس النوع، يبقى كده اديله 10 ولا 20. خلاص؟ دي تاني ميثود قدرنا نعملها اوفر رايد. فاينلايزيشن، في عندي ميثود كانت موجوده التالت اسمها ايه؟ فاينلايز. بتعمل ايه دي؟ ببساطه جدا بتكلين اب، بتنظف كل اللي موجود في الذاكره. لما تيجي اي اوبجكت تقول له ايه؟ اي اوبجكت تعمل تقول له فاينلايز فاينل. فاينل يعني ايه؟ فاينلايز على بعضيها كده معناها ايه؟ دمر. ببساطه جدا انت كنت فاتح مكان وفاتح فايلز وعامل مش عارف ايه وبتستخدم في الذاكره وعندك متغيرات مرميه في الميموري وعندك مش عارف ايه الري محطوطه في مش عارف ايه والكلام ده كله، اول ما تقول الميثود دي كل الحاجات دي كانت مستخدمه في الذاكره يروح يدور هو كل حاجه ما بقتش مستخدمه، نضف شيل دي فضي فضي مكان في الذاكره شيل ملف الى ليه الجاربج كولكشن. هنا بقى بقول لك بقى ايه اللي احنا اتكلمنا عليه كده اللي هي الجاربج كولكشن، هي بيكون ليها وبينظف الذاكره. خلاص كده؟ طيب نخش مثال صغير خالص. بقول لك ايه؟ عملنا الميثود بتراي، هنا بتعمل ايه في الحته دي؟ بنكتب في تراي هنا، سيبك من تراي فاينل دي تراي كاتش ده المفروض انتوا برضه عندكم خلفيه عنها يعني. هنا بيقول لك في تراي هنا بعمل ايه؟ بيرفورم سب كلاس كلين اب، يعني بحاول بمسح كل حاجه من الذاكره بقى، بنضف كل حاجه موجوده في الايه؟ في الذاكره، ملفات بقفلها مش عارف ايه بعملها الى اخره. فاينلي لو حصل اي خطا او لو معلش اسف، بعد ما يمسح كل اللي موجود في هنا لازم في الاخر كده كده يروح على السوبر اللي انا وارث منه يروح برضو ايه؟ ينضف. لازم يبقى دايما هنا بكتب هنا كل الاكواد اللي تمسح من الذاكره بتاعت الاوبجكت، وهنا بروح امسح كل الحاجات بتاعت الاب بقى عشان امسح كل حاجه موجوده تخص في الذاكره، بس مش محتاجه منك اكتر من كده. تخش بقى في الهاش كودز. الهاش كودز برضو بدون ما اخش فيها برضو كده يعني اقولها ببساطه، احنا قلنا الجزء ده مش بنستخدمه كتير بس بقول ببساطه جدا، في ميثود اسمها هاش كود بترجع لك 32 بت انتجر، انتجر 32 حجمها في الذاكره 32 بت. خلاص بتعرف من خلالها الكرنت اوبجكت دوت، الاوبجكت ده بتقوله دوت بتعرف من خلالها كرنت اوبجكت الاوبجكت الحالي. هاشنج كود يعني ايه هاشنج كود؟ قال لك دي سمول فاليو ذات ريزلتس فروم ابلاينج ذا ماثيماتيكال فانكشن، يعني يقول لك عمليه حسابيه كده، في فانكشن حسابيه بتتم وبيحسب بيها كود العمليه دي، الكود دي كالكوليشن دي بنسميها معروفه بعمليه الهاشنج، بيكود كل اوبجكت في الذاكره بيقولها كده. خلاص كده بيكود الاوبجكت في الايه؟ في الميموري. فهمنا فكرتها؟ بيكود اوبجكت في الميموري بس، مش عايز منك في الهاشنج كود غير كده. مديك هنا نقط بالتفصيل شويه بيشرح، انا هخش على المثال على طول. ماشي، هنا عمل جافا دوت يو تي اي ال دوت ماب، كلاس اسمه ماب، اسمه ماب وعامل متغير من اسمه ماب بيساوي نيو جافا دوت يو تي اي ال دوت هاش ماب. نعم، عمل كلاس وانشا بكلاس تاني. ما هو بقى ما دي ممكن تعملها باكج فوق، باكج يعني تعملها امبورت جافا دوت يو تي اي ال. انت لو جوه البرنامج هتعمل جافا دوت يو تي اي ال دوت ماب ترفعها كباكج وتكتب كلمه ماب بس، وهنا جافا دوت يو تي اي ال دوت هاش ماب هتكتب هاش ماب بس وترفع الباكج فوق بامبورت عادي بس، او هنا الاثنين صح يعني صح، الاثنين صح بس اوتوماتيك هتلاقي البرنامج بتاعك اما تيجي تكتب كده يقوم رامها لك فوق لوحده. لو انت كتبت جافا دوت تي اي ال دوت هاش ماب وقفلت قوسين وسين كول ودوست اما تدوس انتر هتلاقي اوتوماتيك واخد الايه الباكج مرميها فوق كتنسيق بس، لكن انت لو سبتها كده عادي مش هيقول لك لا مفيش حاجه. خلاص كده المهم ان هو عمل ماب وانشئها بهاش ايه؟ وانشئها بهاش ماب وعمل ماب دوت بوت حط البي 1 اللي هي البوينت 1 اللي احنا لسه عملناها في المثال اللي فات وسماها كده ايه؟ فيرست بوينت، سماها هاش، عملها في الهاشنج كود بتاعها فيرست بوينت. خلاص سيستم دوت اوت دوت برنت لاين ماب دوت جيت البي 1 هيجت لك البي 1 بس جبتها من مين؟ هو عمل ماب دي ماب خريطه وهيبدا بقى في الخريطه دي يرسم الخريطه
فيحط بوينت بوينت في الخريطه بوينت بوينت في الخريطه بوينت بوينت في الخريطه. هو طبعا بيديك كده مثال بس صغير. فكل بوينت في الخريطه بتحط لها ايه؟ بتهاشنج، بيعمل لها هاشنج. هاشنج يعني بيكودها خلاص كده. فحط بي 1 عشان يحطها ويسميها فيرست بوينت، هاشها بالاسم ده فيرست بوينت. لما اجي بقى اقول له من الباب من الماب من الرسمه دي كلها جبت لي البي 1، هات لي البي 1، هيجيب لك كلمه ايه؟ بالاسم اللي انت سميته للمين؟ للاوبجكت دوت. خلاص كده. هنا لما جيت قلت له جبت لي، بص بقى انا قلت له برنت لاين ماب دوت جيت، جيت مين بقى؟ قلت له نيو بوينت. نيو بوينت جديده اهي اللي هي 10 20، هيرجع لك ايه؟ نل. طب ما هي بي 1 كانت نل، كانت 10 20 بي 1 كانت 10 20 اسف ماشي، ما بي 1 كانت 10 20. وجيت انا قلت له ايه؟ ماب دوت جيت النيو بوينت 10 20، جاب لي نل. يجي يحاول يدور على 10 20 ما عرفش ليه، مع ان 10 ما هي بي 1 اصلا 10 20 اه، بس الهاشنج بتاعها خد التكويده والنيو بوينت خد التكويده مختلفه، وانت اصلا منشي على هاش ايه؟ على هاش ماب. فما قدرش ايه؟ لان الكود بتاع الهاشنج دي غير الكود بتاع ايه؟ الهاشنج بتاع دي غير الهاشنج بتاع مين؟ بتاع دي، مع ان قيمهم نفس القيم بس الهاشنج مختلف. فطلع لك ان النتيجه ايه؟ نل. جه جبتها ما عرفش جبتها، لان دور على الكودينج دوت ما لقاهوش. خلاص فهمنا الفكره؟ ببساطة على شرح للسطور دي تفصيليا، ولك الفيرست ستيتمنت الجملة الأولى دي هو عمل يعني أنشأ بالهاش ماب اللي جاية من جافا دوت دوت باكج، ولك إن أشرح الباكج فيما بعد. السطر الثاني حتى مش هشرحهاش بالتفصيل شوية، لكن في السطر الثاني بيقول لي إن هو لما عمل بوت جوه الماب، فهنا بيعمل إيه؟ بوت دي بتعمل زي كي فاليو، كي وفاليو، كي قيمة يعني مفتاح وايه وقيمة، مفتاح وقيمته. خلاص قال لك الميثود دي بيخزن الاوبجكت كي والقيمة بتاعته اللي هي فيرست ايه بوينت. الكي هو مين؟ هو البي 1 اللي انا ابحث بيه، يعني انا ابحث بالبي 1 وانت ترجع لي الفاليو اللي هي فيرست ايه؟ فيرست بوينت. في الثيرد ستيتمنت الجملة الثالثة بيرجع اللي هي بيستدعي بيديك الكي اللي هو البي 1 خلاص، وانت المفروض تجيت له مين؟ تجيت له الفاليو اللي هي فيرست ايه؟ فيرست بوينت. يعني نفس الكلام اللي انا شرحته لكم، يعني الداله اللي بعد كده اللي هي دوت تو سترينج اللي احنا بنستخدمها دي عمال على بطال دي شغالين احنا فيها زي الفل. فبيقول لك تو سترينج دي ميثود بتسترينج البيزد ريبريزنتيشن التمثيل الخاص بالاوبجكت على حسب بقى كل اوبجكت. يعني الديفولت بتاعها ان هي بتجيب لك الاوبجكت كلاس نيم، كلاس نفسه الاساسي يعني كلمه امبلويز او امبلي، وبعديها ات، وبعد كده يديك هيكسا ديسيمال اكواد 6 السادس عشر دي كده. الهيكسا ديسيمال دي اصلا ده الهاش كود. يعني انا جيت مثلا عملت امبلوي ام بيساوي نيو امبلوي، مع الناس امبلوي ام بيساوي نيو امبلوي، وجيت قلت ام بدوت تو سترينج، ام بدوت تو سترينج طلع كده كلمه امبلوي ات وجنبها اي هيكسا ديسيمال للهاش كودنج بتاعها. فهمنا فكرتها؟ دي لو ما عرفتش تتصرف، لكن مثلا تيجي تقول لي مثلا عملت مدار سترينج سميته اكس بيساوي وكتبت فيه علي احمد علي، وجيت قلت لي اكس دوت تو سترينج هيطبع لك علي احمد علي، بس هي كونفرتال سترينج عادي مش مشكله. لكن لو وقع في كلاس زي امبلوي دوت وتقول له دوت سترينج وحياتك انت تقول له دوت سترينج هتعمل بقى ايه؟ قال لك الديفولت بتاعتها تبقى جايبه اسم الكلاس وات وجنبها الهاش كود بتاعها. فهمنا الفكره؟ طيب بابليك سترينج دوت سترينج قال لك انا ممكن اغيرها واخليه ريتيرن قوس ويلزق لي جنبيه الاكس وكوما ويلزق لي جنبيه الواي واقفل القوس لو انا عايز اعملها في البوينت في البوينت اوبجكت. فاهمينه؟ وخلينا لما تيجي تقول لي بقى بوينت دوت تو سترينج يقوم طالع لك القوسين وكاتب القيمه الاولى وقيمه القيمه الثانيه، بدل ما يطبع لي بوينت ات ويديني هاش كود وملاش معنى، يبقى انا اعمل لها اوفر رايت. فاهمين الفكره ولا عاملين بقى توصل لكم ولا مش فاهم؟ ايوه ايه؟ كده خدنا دوت تو سترينج. بعد كده بيتكلم على حاجه اسمها كومبوزيشن.
ولا كومبوزيشن بيقول لك تنفيذ الانهيرتنس الوراثه معاها كومبوزيشن. كومبوزيشن يعني ايه؟ يعني بتجمع حاجات في بعضيها خلاص، او تكوين تكون حاجات في بعضيها خلاص. بيديك امكانيه جديده في الريوزنج كود ومش عارف ايه والكلام ده كله. ما علينا، خش في الاكزامبل. قال لي هنا كلاس اسمه كار، فاكرينه؟ بيكستند اسم الفيكر، كان ده كنا عليه قبل كده. قال لك برايفت انجن، سماه انجن برايفت ويل ويلز، وبرايفت ايه ستيرينج ويل. عمل هنا بقى، عمل شويه متغيرات من مجموعه من الكلاسز خلاص. بقول لك هنا ان دي يعني اول انستنس كومبوزد اذر اوبجكتس، يعني الكلاس بتاعك هنا يعني هو عايز يفتح لك منطق ايه، خد بالك الكلاس بتاعك بقى بيجمع جوه مجموعه كلاسز ثانيه. فاهمين الفكره؟ هنا بتكومبوز يعني بتكونه من مجموعه كلاسز مختلفه. وهنا هنا فين المجموعه الكلاسز؟ ما هو انجن ده كلاس موجود جوه اصلا الكار. يعني عملت ايه؟ عملت كلاس اسمه انجن، وعملت كلاس اسمه ويل، وعملت كلاس اسمه مش عارف ايه، وبعدين قمت مجمعهم وعملت كلاس ثاني بيجمع مجموعه من الكلاسز اللي جواه. فاهمين الفكره؟ دي اللي هي الكومبوزيشن. فهمت فكرته ولا لا؟ يعني يقصد يعني ان هو بيقول لك ايه؟ حاجه كده زي الوراثه كده. فاهمين الفكره؟ ايه؟ حاجه كده زي الوراثه، ان انا عملت كلاسز وبقيت بستخدمها جوه كلاس زي الانهيرتنس. يعني ممكن تقول ان مثلا ايه، انا ما عنديش المالتيبل انهيرتنس ان انا اورث من كذا كلاس، لكن ممكن انا جوه او عامل جوه كلاس الواحد او عامل كذا اوبجكت من كذا كلاس مختلف وابدا اشتغل معاهم. بس هنا بقى اديتني تحكم ان انا العب بدايه، هي دي الفكره عايز اوضحها يعني. تعال نشوف الايه المثال دوت في ال، بقول لك الاستخدامات اللي ايه، بقول لك الاستخدامات اللي هي ما تبقاش يعني مريحه ينوت في التعامل. المبرمجين دايما ما بقوش متحكمين قوي في السوبر كلاس لما يبقوا مش موثقين كويس، يعني شويه كده حاجات بروبلمز يعني. ماشي ما علينا. فبيقول لي هنا مثلا ايه، عمل كلاس اسمه ابت كالندر خلاص، وعمل فيه فاينل ستاتيك انت اسمه ماكس ابت 1000 ابت ابلتس انت سايز. ماشي عمل شويه يعني ايه، شويه متغيرات عاديه. وعمل جوه هنا مين ابت كالندر ده ايه ده؟ وكان اسم كلاس كده ابت كالندر ولا ايه؟ بس يعني ده في بابليك كلاس، هنا بابليك بس ماشي بابليك، مش تفرق ماشي. ممكن نكتب بابليك قبل الكونستراكتور عادي خلاص. جه في الكونستراكتور عمل ايه، ابت اللي هي دي اللي هي الاريدي بتساوي نيو ابت، وحط الماكس ابت اللي هي كام 1000. جينا سايز بتساوي زيرو. طب ما هو الطبيعي اصلا السايز بياخد الديفولت فاليو ايه، كل كان دي ريداندنت يعني ريداندنت يعني عامل تكرار بكوز ان الفيلد اوتوماتيك انشلايز بالزيرو يعني حته كده مش ثقيله. هو عايز يقول لك ان الحاجات دي كانت في السي بلس بلس ما كانتش كده يعني، كان بتيجي تعرف متغير اكس سايز وعامله انت ومحط قيمته الافتراضيه ايه، يروح على الميمري كده مطرح ما يمخد لك الرقم اللي هو ده. فكانت في حاجات غبيه شويه. بقول لك يعني لو خبرك بيستعر دي مش اكتر من كده يعني، كلام فاضي ما علينا ما علينا. المهم عمل اد ابت تاخد الابت، وبعد ما تاخد الابت بتشوف السايز لو كان بيساوي الابت دوت لينس السايز اللي هو ال1000 اللي هو الزيرو اللي هو مين؟ الزيرو. لو كان يساوي اللينس بتاع المصفوفه بتاعتي لسه زيرو يبقى ايه؟ الاري يبقى تعمل ريتيرن ووقف الاري از فول اتملت. استاذ المفروض بقى احنا خلناه 1000 يعني. هو طبيعي السايز هيبقى صفر اول مره صح؟ واللينس بتاعتي اول مره بكام؟ ب 1000 اول مره ب 1000. هيشوف هل الصفر بيساوي اللينس؟ طبعا لا. لو كان اه معناه ان السايز وصل لكام؟ 1000. وصل ل 1000 فيقول لك خلاص ريتيرن اول الاريز فول اتملت. انت ما استاذ قدر يوصل لل 1000. طب افترض ما وصلش ل 1000 ودي الحاله الطبيعيه هيعمل ايه؟ قال لك الات رقم سايز اللي هي السايز بكام دلوقتي؟
صفر والبلس بلس جايه بعدين بلس بلس جايه بعدين يبقى تعملها انت فين بعدين فمش هتتم الوقت لو مدخل على الابس في الخانه رقم 0 يمخد الابت اللي الراجل بعتها يحطها جواه بعد ما حطها ويزود السايز بواحد يبقى عشان يجهز ان السايز المره الجايه تيجي تخش يحط في الخانه رقم 1 شفت الكود صغير زي بس في يعني تركيز اخذ بقى كده فهمتوها طيب وفي اد ابس يعني ضيف مجموعه مع بعض ابس بس دي اري بقى هنا كان بيبعت واحده واحده هنا يبعت لك ايه 5 6 7 زي ما يكون فقال لك ايه همر عليهم واحد واحد واضيف واحد واحد واضيف واحد واحد واضيف اعمل لك ايه فور الانت اي بتساوي 0 والايلند تكون ابس دوت لينس اقل منها لو هو بعت 5 يبقى يمر 0 1 2 3 4 لو هو بعت 3 يبقى 0 1 2 اي المهم فعمل ايه لو قال لك اللينس ب 3 يبقى يمر 0 1 2 3 0 1 2 لما ثلاث مرات وكل مره كل مره الاي بلس بلس اد ابت وينادي على دي ما هو مش هيكتب الكود تاني مش دي بتضيف واحد واحد يبقى يعمل لوب يعدي ياخد واحد وينادي على الثاني يعدي ياخد واحد وينادي على الثاني اد ابت وبعت الابس رقم 0 فيبعتها لدي فدي تاخد مسارها الطبيعي وتشتغل اد ابت كام مره يوم نادي على دي وياخد دي مسارها الطبيعي والى اخره صعبه مش فيها مشكله بص بقى هنا بعمل ايه عمل كلاس اسمه لوجنينج ابت كالندر غير بقى وبيورث من ابت كالندر اللي احنا لسه عاملينه من شويه من فوق معايا كده عمل كلاس جديد اسمه لوجنينج ابت كالندر ولا بيورث من كلاس احنا لسه شغالين فيه من شويه شرحناه بالتفصيل قالك الكونستراكتور از نوت نيسيسري يعني مش 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 لازم نستخدم الكونستراكتور بتاعنا نعمل كونستراكتور يعني لان الكونستراكتور لان ما عملتش كونستراكتور اوتوماتيك هيتعمل كونستراكتور نو ارجمنت انا كنت على الكلام ده المره اللي فاتت قلت لو ما عملناش كونستراكتور هو موجود حدث البدايه هو لازم يكون موجود حتى لو كان فاضي خلاص فده الديفولت ماشي فبيناديه اوتوماتيك هنا عمل ايه بقى اوفر رايد لي الاد ابت وعمل اوفر رايد لمين الاد ابت انا مش عارف عشان كل دول بيجيب ماي ايه ليه المعمل كل ده خلص انا بقى عارف انا والله المهم اد ابت انا هاوفر رايد لي هيبعت لي الابت هعمل ايه بقى لوجر دوت لوج ده كلاس ستاتيك دوت لوج وبعت له الابت اللي هي بعتها دوت سترينج هبعت له مين الاد دوت سترينج اللي هي عباره عن اسم الكلاس ات والهاشنج فاهم المشكله دي وبعدين هقول له السوبر اللي هو الاب دوت اد ابت الاصليه بتاعت مين بتاعت السوبر وبعت له الابت عادي يعني هي ايه ما عملش اي حاجه جديده غير ان انا زودت حته صغيره جدا نديتها على كلاس تاني اسمه لوجر وفي اللوج قمت باعت الابت اللي انا هبعته ده بعت له الهاشنج بتاعه خدته معايا في الايه في كلاس اسمه لوجر حطيته ايه الصوره بتاعته فاهم الفكره هي هي ما عملش حاجه زود بس سطر جديد انه بينادي على كلاس تاني بمسه الجديده بعت لها مين التو سترينج بتاع الكلاس عمل نفس القصه في الاد ابت بيلف اللفه وينادي على اللوجر دوت لوج ويبعت الابس دوت تو سترينج في غلطه هنا لازم يبقى في اقواس هنا في قوس هنا وفي قوس هنا لو لم يخني ظني لو فور كده هتعمل في اللوج في اللوجر في اللوجر في اللوجر في اللوجر في اللوجر في اللوجر صح لا صح صح برضه تنفع تنفع برضه بيعمل ايه بياخد كل واحده يحطها في اللوج ياخد كل ثانيه ويحطها في اللوج الثالثه يحطها في اللوج الرابعه يحطها في اللوج في اللوج في اللوج في اللوج خلصوا كلهم في اللوج بعد كده قام على الاب وقال له اد ابس كلهم والاد ابس اللي هناك هتتصرف هتضيفهم ايه بمعرفتها زي ما كنا مكودينها صح ولا لا يبقى تنفع برضه فهمت الفكره يعني مفيش اي حاجه غير ان هو بس نفس الكلام اللي فات بس انه الجديد ان هو بقى بيعمل كلاس اسمه لوجر جواه فانكشن او ميثود اسمها لوج بتاخد الايه الهاشنج بتاعتي او الكلاس ات هاشنج ويحطها عنده يخزنها عنده ويعمل حق او بتعمل عمليه معينه ما اعرفهاش ايه هي مش مهم بس فيها صعوبه هنا ببساطه جدا عمل اللوجنج ابت كالندر سماها ال اي بي بي تي سي
عمل اوبجكت من الكلاس بتاعنا الثاني بيساوي نيو لوجنج ابت كالندر, وجي اما الاوبجكت دوت دوت اد ابتس وعمل نيو ابتس وبعت له شويه ابت باستخدام يعني استخدام الكلاس اللي اسمه لوجنج ابت كالندر, عمل برايفت ابت كالندر ابت كال, عمل متغير من الابت كالندر, وعمل كونستراكتور بياخد الابت كالندر ياخده ويحطه جوه الابت كالندر بتاعته اللي هي بتاعه ديس. فيها مشكله خد بالك, وعايز اقول لك ان الكود اللي بيكتب دلوقتي ده كده بقى كود لا حول ولا قوه, مش قاعد على جبهه خالص. خد بالكم كده, بص الكلام ده لو اي حد شافه مش هيفهم اي حاجه, لان كل كلمه هنا بقت حاجه تانية خالص, بانواع مختلفه خالص, بنظام مختلف خالص. فاهمين الفكره؟ جه هنا عمل بابليك فويد اسمها اد ابت, تاخد الابت سجلها في اللوجر والابت كول دوت اد ابت وبعتها للاد ابت. ابت كول ايه؟ ابت كالندر عادي. وعمل اد ابت نفس القصه برضو, بيبعت في اللوجر ويبعت للاد ابت, يعني بيعملها كده كومبوزد لوجنينج. ايه يعني؟ عايز اقول لك ان انا بقيت اجمع هنا بقى. يعني بص انا عايز اقول لك بس على الكلاسز اللي موجوده هنا. هنا بيقول لك ان اللوجنينج ابت كالندر كلاس داز نوت ديبندنت, يعني مش معتمد دلوقتي على تنفيذ الديتيلز اللي موجوده في الابت كالندر كلاس. مبقاش معتمد على الابت كالندر كلاس, هو واخد منه اوبجكت هنا وبيشتغل بيه وممكن يغير حاجات. يعني هو عايز يقول لك انا ممكن تعمل بقى كلاس وتبدا تنفصل الامبلمنتيشن بتاعك ويبقى شكلك مختلف في الاكواد ذات نفسها, وتقدر تغير في الاكواد بتاعتك. فمين الفكره ولا مش واصله؟ يعني في حاجه مش مفهومه في الكود اللي موجود في المثال ده. كل الفكره ده بيشرح الكومبوزد, بس هو بيشرح ان الحاجات دي بتتركب مع بعض. بس